إن الدنيا أينعت وحانه قطع في رؤوسها، فيقول معلمي اقرأ هذه الآية عليهم حسب التعليمات من سيدي الولي المقدس الإمام الحجة بن الحسن، روحي له الفدا. يقول اقرأ هذه الآية على الناس، وهو أمر أتى إلى معلمي وأنا عبد طائع إن شاء الله أعطي ما يعطيني معلمي بدون خوف أو وجل. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. صدق الله العلي العظيم. يقول معلمي قل للناس وكرر هذه الآية 3 مرات، فإنهم إن لم يسمعون كالذين يخافون حذر الموت يضعون أصابعهم في آذانهم. نقول للناس بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. اللهم اشهد إني بلغت. يا أيها الناس، من هذا شهر السابع، من يوم 16 على 17 من شهر السابع، يمر بالأرض حالة من كسوف القمر لمدة 6 ساعات متتالية، يعم الظلام ويعم الألم في هذه الأرض بكل أطرافها. بعدها يقول معلمي انظروا ماذا يحل بها من فتن وزلازل وهزات وفيضانات وانهيارات وموت، والله لن تحسبوه إلا وقد خيم في بيوتكم. إنها علامة ظهور الإمام، فقد أوحى إليها أبا صالح لكثرة منكركم وعزوفكم عن البحث عن الإمام، فانظروا ماذا سيحل فيكم، والله سيحل دمار ما بعده دمار وحرب في الشرق الأوسط. الله يجنب إيران ولكن لا يستطيع أن يجنبها أحد. نقول للإيرانيين: أهلنا وأخوتنا نحن معكم. في الضراء والسراء نقول للحوثيين: أنتم وقائدكم أفلجتم صدر الإمام المهدي بقصفكم أرامكو. ونقول للحوثيين: إن أنكم أفلجتم صدر الإمام الحجة بن الحسن. نقول للناس: لقد أفلجتم صدر الإمام الحجة أيها الحوثيون، ولكن عليكم أن تكتبون على بنادقكم إننا يا لثارات الحسين. إنها قضية مفزعة لآل سعود. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، لأن الأمر جلل. وهذا ما فعلت وأيديكم بمطار أبو ظبي، إنه يقين الرسالة الموت إلى من لا يعلم. إنها طائرة فكيف إذا أتتكم قطيع من الطائرات أو سرب مثل ما يسميها الطيارون. هذا الأمر نقول للناس، نقول للجمهورية الإسلامية: عليكم أن تشدون أوازركم، فإن الحرب قادمة. ويقينا إن العدو يقول معلمي وضع أهدافا في لبنان، وأهداف في اليمن، وأهداف في العراق، وأهداف يقينا مدمرة في إيران. يقول معلمي حصرا إن هناك 10 أهداف في لبنان لا أعرفها يقينا، وعشرين هدفا عند الحوثيين، و200 هدف عند الإيرانيين.
ويعمدون إلى قصف نفطكم وتدمير مرافئكم.